اوه ماي جاد يا ستر حبايبنا الكرام مسكنين بنفس الوقت شاف راح ينزل هون عنا حبايبنا باللعبة يا سطير. حبايبنا متحمس كل الوضع خلوكم جاهزين خلينا نعمل نطلع لهون نجي لهون ونفتح نشوف شو اللي راح ينزل شباب الدايموند كل سكين الشاب نفسه قول هذا المعلم سكين باللوز حبيبي والله شوف الجولد شباب الجولد كمان شباب سكين للشاب طبعا الشباب كثير بتحبوا هذا الشيء صراحة شباب ما اعرف شو بدخلكم عن جد شي لوز لوز خلينا نعمل هيك نشوف مع بعض السكين هذا الشباب لوز تمام شو في عندنا هون كم هذا السكين شباب خلينا نعمل له زوم نشوف الاوضاع شعرات حلوه شو شعرات والله يعني ما اعرف شو اسمه السكين قول لي عندنا هون تيشرتات جداد هون كمان بالجولد معلم ما كان عندي ايام ولا كيف معلم حبيبي والله اوكي ليك زنزل جماعه حبايبنا الكرام قبل ما نبلش هذا المقطع كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس صراحة يعني أنا متفاجئ من هذا الأمر أول مرة باللعبة بينزل هذا السكين يا شباب مو هالسكين لا حدا سيب نفس الوقت يعني فهمتوا علي كيف سو يا صديقة ما نبلش بأي حرق بأي شيء يا شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا أحلى ناس وخلينا ندخل يا ساتير كتير كلش متحمس حبيبي والله لوز اللوز أوكي شباب يلا نبلش أول شيء الدايموند يلا خلينا نحرق قبل الدايموند شباب نشوف الوضع باللوز شو هي؟ انا سكين ولا معلم؟ لا معلم شايف راح شايف 100 كان عندي 200 بطاقة انا نفتح له شوف هذا هو ابلع لا اوه حاطين يعني موزعين سكين لحاله يعني زي ما طلع كامل معلم بيعطيك السكين لحاله اوكي هون حاطين هذا السكين دائم حاطين هذول هذول كيف ما عنديهم حبيبي والله ما كنت بعرف والله فعلا شيء حلو نحاول نجيب اللي نقدر عليه اوكي بيض قول لي يلا تعال حصلنا على الشيء حصلنا على الحذاء تبعه اوكي حصلنا هون على الحذاء تبع السكين هذا بدنا اياه دائما اشياء اكيد معلم يلا ليتس جو عشان لبيت ابلع ولك يسعد دينك جبنا ابو السكين يا سطير اوكي نخليه على جنب هيك بكون خلصنا من الدايموند شباب اوكي والله حظ يعني 50 بطاقه معلم كم صاروا عشان نكمل شباب نشوف حاول نجيب الحذاء وال هو حطينا طلعنا القناع اوكي معلم الظاهر ما راح يطلع هذا السكين قول لي حصل حصل على الطاقيه حلو شوف كمان نضرب شباب نحرق قبل بطاقه الدايموند اخذنا هذا كمان ولوز اخذنا هذا الجسم والله اخذنا كل شيء باقي الحذاء اوه الحذاء معلم لازم نحاول نحصل عليه الطاقيه نفس الشيء يلا ان شاء الله الحذاء بيض يا سلام يلا ان شاء الله الحذاء معلم الحذاء قول لي يطلع لي سكين دايم اوكي خلونا هذا معلم بدنا نخلي بطاقات شباب عشان السكنات الجاي معلم هيك بكفي حبيبي والله امسى قول لي معلم هذا السكين شوف الوضع ابلع يلا هالمره نضرب على الجولد معلم قول لي شو اعطونا هون ما اعطونا شيء معي 100 او نفس الشيء يعني كان معي 200 200 شباب شو وصلت فيك كان تقريبا كان معي نفس الشيء اخذت هالسكين زي التيشيرت حلو كم شيء عندنا بقى هون والله نحرق قبل بطاقة دول كاب الجولد شباب ابلع روح لا لا معلم بلاش تخاف انا اقسم بالله بلاش تخاف شباب يا اخي ما عم بيطلع السكين شو اللهم صل على يا ها يا الزلمه واخيرا حبيبي والله اوكي شباب طبعا شباب يعني سكين الجولد يعني مو لانه يعني لانه بالجولد يعني ما لازم نجربه لا والله طول بالك قول لي في عندك تيشرتات هذول حلو تعال نجرب نكمل عليهم تعرفوا شو طلعت لي ما طلعت لي شيء ما طلع لي والله شيء نضرب هذول يا معلم حبيبي والله طلعت لي تيشرت حلو اوكي شباب يلا هي بنشوفها بعدين نروح نجرب السكينين شباب هذول الاسطوريين طبعا شباب شو هي ليش هيك شوفوا شو طلع لي لا لا معلم نفتح البندل تبعت ال هذا ضروري نجربه ضروري نجرب معلم وضروري نجرب لا 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 ضروري نجرب هذا كمان راح نجربه بعد شوي شباب خليه على جنب اوكي شباب بالنسبه لهذا السكين ول ايش هيك شعرات هي هيك صارت وين شعراته يا زلمه خوفني يا زلمه كيف وين شعراته يا زلمه الحلو بهذا السكين شعراته شباب مثل ما انتم شايفين والله الشباب الصراحه يعني هذا السكين عن جد حلو بس معلم الدخن معلم دخن معلم ما بعرف شلون صايره معلم ما بعرف حبيبي والله المكياج باللوز بس صور شباب صور بس حابب اجرب شيء بسريع شيء بسريع شباب اللي هو هيك يعني ما اقدر شباب لازم اشوف شو الوضع
والله شباب يعني باللوس. اعطونا لكم بالتعليقات. اوكي شباب خلينا ندخل نشوف هذا السكين شيك وضعه بالجوال الجيم. تمام ليتس جو. اوكي حبايبي مثل ما انتم شايفين هون هذا السكين الجديد. طبعا شباب ما بعرف حابب اطلع اتاكد من شيء من ورا. شباب دخلت على الحقيبه هون تمام. شايف هون قبل ما ادخل لهذا ركزوا معي كيف هون يعني عند الحقيبه شباب عنده الاسهم يعني عجب هذا. هل يا ترى بنخفي نقدر نخفي الجسم من ورا ولا كيف؟ اوكي يا اساطير طبعا ندخل نشوف نشوف كيف وضعه باللعب. هذا السكين باين عليه شباب السكين خفيف الصراحه ما اعرف ليش شايف انه صح هيك يعني بس ولكن يعني حاسه انه يعني هيك خفيف. هات نشوف معلم هذا السكين نشوف وضعه معلم. ابلا من عمك عليك ابلا. تعال وين رايح انت؟ تعال وين متخبي؟ تعال والله راح ابربرك. لا هذا انا باخذ الثلج حبيب ورا. تعال واو والله متت. هذا تبع الكل اوه والله يا سلام عليك الصراحه هيد شوت اسطوري تبعت معلم. اوكي شباب هذا بالنسبه للسكين هذا كان بس ندخل نشوف نجربه شباب نشوف نتاكد من الشيء. لا والله فكرت انه بيختفي هذا. اوكي هذا بالنسبه هذا الاول سكين يا اساطير. طب وين سكين الجولد راح معلم؟ طولي بالك. اوكي شباب السكين الجولد يا اساطير مثل ما انتم شايفين حبايبنا لا لازم اشيل هالشيء نشيل هذول معلم ما يصير معلم لازم نشوف بس وراح الصراحه شباب الشعرات حبيبي والله. اوكي هذا هو السكين يا اخي والله ما اعرف يعني باين عليه بس الشعرات شباب الشعرات معلم والله الشعرات شباب لازم اجرب شغله لازم اجرب شغله بشكل سريع اللي هو وين طول بالكم شباب نحط الشعرات على كل خنس شو راح يشوف شو راح يكون شكل الشعرات على الشعرات شباب وين الشعرات هذا هو لا مو هذا هو لا معلم حدا طالع حلو مع كل خنس هذا حبيبي والله لا شباب شوف لي الشعرات بربكم شوف لي الشعرات طول ما نشيل هذا الـ هذا ال هاي الله يا زلمه شوف طولوا بالكم شباب ابلع معلم ايش بربكم شوفوا اللي ما عم نشك بضحك يا زلمه بس والله تحيه لك غنس والله شباب طالع باللوز طالع باللوز والله تعالوا تجربوا شباب. اوكي شباب تعرفوا حندخل هيك بشكل سريع معلم ندخل على البوكس ندخل على البوكس شباب البوكس مبادر معلم فرديهم السكين جي تعالوا راح نجيب شيء بوكس معلم حاول اكتب واحد شيء بوكس شباب يا سلام على الجولد على الجولد سكينك لا خنز الجديد شباب سكينك لا خنز الجديد يا اساطير وا ماي جاد شباب خلاص شباب شفت العنوان عنوان شباب كنت عم بفكر بالعنوان عن جد يا سلام عليك ايش هذا وين الناس يا زلمه كلا خنز عم دور على العدو وين العدو معلم والله شفنا واحد من عليه تم رصد العدو بنجاح وين رايح هذا ابلع 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 اوكي تم الجلب بنجاح عارفكم على سكين كلان خانس جديد كلان خانس جديد شباب وين الثاني؟ شنو ندور عليه معلم حبيبي والله وينه؟ ما عليك ورا والله شايف راح يضربني معلم وي كلان خانس يا ول كلان خانس ها كلان خانس يموت اوكي حبايبنا راح يضرب مقطع اليوم شباب طبعا شايف صار مقطعين لليوم اساطير اوكي اللي ما شاف مقطع هذا شاب يشاهد ما شاف هذا المقطع اللي شاف هذا المقطع يروح اللي ما شاهد المقطع اوكي طول بالك اللي ما شاف مقطع شباب نزلت لكم من شوي شباب تبع جميع تجربه اضافات التحديث مدى شباب اشياء يعني تحبوا تشوفوها روحوا شوفوا المقطع اللي فات حبايبنا الكرام وين كنت مقطع اليوم اساطير لا تنسونا باللايكات والشيرات والبرتاجات بشوفكم مقاطع جديده الى اللقاء السلام عليكم حبايبنا يومكم سعيد.